هنتكلم هنا عن حاجة مهمة يا جماعة، وهي الباسورد بتاعت الماستر كي، ستورج ماستر كي بتاعتنا. الباسورد دي مهمة جدا يا جماعة في عملية الريستور بتاعتي. الباسورد دي احنا بنعملها واحنا بنسطب الفاير وول من الاول، سواء كان هارد وير او سوفت وير. من غيرها يا جماعة زي ما احنا شايفين، لما نيجي نعمل ريستور لاي فايل باك اب عندي، سواء كنا جايبه على الايميل او كنت واخده لوك على الجهاز، فبيسالني على اتنين باسورد. اول باسورد بتاعت الانكريبشن، ودي ممكن بنغيرها من السوفز نفسه عن طريق الانترفيس بتاعه، وبيسالني على الباسورد الثانيه بتاعت الماستر كي يا جماعه. دي من غيرها زي ما احنا شايفين كده يا جماعه لازم اكتبها صح. لو انا مش فاكرها او انا مش عارفها او استحاله هنعمل ستور للباك اب بتاعي. فدلوقتي هنشرح ازاي هنعمل ريسيت ليها. بندخل على السوفس بتاعنا بالتلنت عن طريق برنامج بوتي او اي برنامج او اي تلنت عندي بالطريقه بتاعتي، وبنخش عليه بالكونسول عادي او بتوسع عليه شاشه مش مشكله. واهم حاجه ان هو احنا هنا هنشتغل باليوزر بتاعنا، بنكتب الباسورد بتاعتنا. طبعا احنا في قبل كده يا جماعه عملنا ريسيت للكونفيجريشن بتاعتنا، او عملنا ريسيت فلاش للريبورت بتاعتنا لما كانت في مشكله الريبورتات بتاعتنا لما دخلنا على ديفايس مانجمنت برقم 5. وطبعا احنا عملنا ريسيت للفاكتوري ديفولت بتاعتنا، كل الكونفيجريشن بتاعتنا هتضيع، ودي مشكله طبعا. فانا هطلع من هنا هقول له لا زيرو، مش هو ده اللي انا عايزه، انا داخل اغير الباسورد بتاعتي بس. المره دي هندخل على سيستم كونفيجريشن، هنخش اهو هنلاقي عندي موجود عندي ريسيت للسكيور ستورج ماستر كي، شايفينها؟ طبعا يا جماعه هيسالني على ايه؟ مش هيسالني على قديمه، ما معنى انا داخل اعمل ريسيت انا مش فاكر القديمه. هيسالني على ديفولت ادمن باسورد، زي ما احنا شايفين كده يا جماعه بيسالني على مين؟ على الادمن باسورد، مش اي واحده تانية. تمام؟ لما كتبتها صح سالني على ايه؟ قال لي دخل الباسورد بتاعت الماستر كي بتاعك. يبقى احنا اول ملاحظه هامه عندنا ان هو مش هيقبل يغيرها الا بالباسورد بتاعت الادمن، مش بتاعت اي يوزر تاني واخد صلاحيات الادمن. تمام؟ وفي عندنا الفيديو موجود ازاي تعمل ريسيت الباسورد الادمن لو انت مش فاكرها. كتبنا الباسورد بتاعتنا وعملنا لها ريسيت. تمام كده الدنيا معانا تمام. اخلي بالي من حاجه، ده لما انا بغير للفاير وول الماستر كي بتاعه، مش معناته ان لما اجيب باك اب وماستر كي قديمه واجي اعمل لها ريستور هتشتغل، لا، ده هيطبق على حاجات الباك اب اللي انا هاخدها معايا، ان ده بيتسيف الباك اب معايا. تمام؟ فدي اول ملاحظه. فانا اخدت باك اب تاني بعد ما غيرت الماستر كي بتاعي، تمام، ورفعته، وهبدا اعمل ايه؟ اعمل ريستور بالباسورد الجديده. نتفرج كده عليها، هلاقي ان هو هيقبل ويشتغل معايا، مفيش اي مشكله. يبقى ما انساش اول ملاحظتين، ان هو ما بيطبقش على الباك اب القديم، لا، ده بيطبق على الباك اب الجديد اللي انا هشتغل عليه، وان انا عشان اغيرها لازم يبقى معايا الباسورد بتاعت اليوزر الادمن. فطبعا انت بعد ما تعمل ريستور الجهاز بيعمل ريسيت، بيعمل ريستارت عادي، وبيقوم الكونفيجريشن الجديده بتاعته. كل اللي هتعمله انك تستنى لغايه لما هو يوم، مش اكتر من كده. واهم حاجه يا جماعه الماستر كي دي بتقابلنا مشاكل جامده لو انت نسيتها، دي اهم حاجه مهمه جدا جدا في عمليه الريستور بتاعك، فلازم تبقى انت حافظها جدا جدا، ويفضل انك تسيفها في مكان عندك. شكرا.